الدقيقة 87 يأتي بالهدف رقم 4 ساردور راشيدون، الهدف الرابع مع الدقيقة 87. إذن يأتي، شوف اللمسة، الله على اللمسة الثانية والغراف الذي انهار في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات. نعم نعم، 4 أهداف كان له، لكن الآن استقبل 4 أهداف. ساردور راشيدون الهدف الرابع مع الدقيقة 87. إذا يأتي، شوف هنا هجمة بشكل جيد وتسديد، الله، هدف أول لمصلحة هلال الجيش. يا سلام، راشيدون القادم الجديد في العام الحالي، راشيدون تلقى كرة أخرى، مر فتح الزاوية لنفسه وسدد الكرة بيسرى، أرسل الكرة ارتطمت في القائم وكأنه قد انتقم. عدي واقر، حلوة هذه، هي الرابعة، هي ساردور راشيدون الهدف الرابع مع الدقيقة 87. إذن يأتي، شوف اللمسة، الله على اللمسة الماضية والغراف الذي انهار في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات. نعم نعم، 4 أهداف كان له، لكن الآن استقبل 4 أهداف. Take you higher.
ثمانية وتعادل في مباراة وبداية عظيمة. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، أي وداع أي وداع بهدف عظيم، أي وداع. في أول لمسة يلعب لك بزاني كرة عميقة خطيرة كانت موجودة، الله للجيش في الجبهة اليمنى، عرضية أخرى، فرصة، جول 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 جول، بعد خطأ دفاعي، بعد خطأ دفاعي. كرة نتابع ننتظر الصافرة تأتي الآن، مراد ولا راشيدوف، راشيدوف بتسديده.